مؤتمر وطني جامع لفارق بعيدا عن الإيديولوجيات والخلافات يجمع كل أطياف النخبة في المجتمع، من شأنه أن يضع خارطة طريق لإيجاد حل للأزمة ويلبي مطالب الحراك الشعبي. مؤتمر دعت له بعض من النخبة، أطلقت على نفسها اسم مجموعة 22 للتغيير. نحن أعضاء مجموعة 22 للتغيير، إن مشروعنا يهدف في المرحلة الأولى لوضع أرضية مخرجات قانونية تنظيمية علمية لتحقيق مطالب الحراك، الوصول للمؤتمر الوطني الجامع للنخب الجزائرية. وتتجلى أهداف المشروع تكتل كل النخب الوطنية للعمل الهادف لإيجاد وسن ودمج كل الحلول لبعد جمهورية المؤسسات في نسق واضح المعالم، بالتوازي مع توفير مسببات وظروف قابلية التنفيذ والتطبيق. ركائز مبادرة مجموعة 22 للتغيير تعتمد على ضرورة تغيير الحكومة والتسريع في تنظيم انتخابات الرئاسية والحوار الجاد لبناء الجمهورية الجديدة، فإطالة أمد الأزمة ليس في صالح الحراك. مبادرة يرونها المخرج المناسب في وقت فشلت في إيجاده الطبقة السياسية ومبادرات لم تحصل على التوافق. رؤية تاعنا لازم نسرع في انتخابات رئاسية، لأن قد ما نطولوا باش مليح الجزائر. نتناقشوا معهم لازم يغيروا الحكومة. لما شفنا باللي المبادرات غير كاملة في النظرية تاعنا احنا، لأن في صفوفنا علماء. قضية الأحزاب صراحة الأحزاب فشلوا، يتبدلوا كل يوم، اليوم مع فلان غدا ضد فلان، غريبة جدا. الطموح في التغيير والدعوة إلى الحوار وضرورة فرز شخصيات لها قبول لدى الحراك الشعبي نقاط التقت في جميع المبادرات، إلا أنها تفرقت بين الأفراد والجماعات، فمتى يكون التوافق المرغوب لتحقيق المطلوب؟